بدأت الاختبارات الحضورية في جامعة شجرة يوم الأحد لطلاب المقررات العملية التي تتطلب حضور الطلاب، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة طلاب وطالبات الجامعة. هذا وجهت الجامعة الكليات بالحرص على إجراء الاختبارات وفق إجراءات احترازية، مع الالتزام بلبس الكمامة والفحص لدرجة الحرارة عند دخول قاعة الاختبار. كما جرى الاختبار على ثلاث فترات متباعدة، في الصباح وبعد الظهر وفي الفترة المسائية. يلتحق بنا عبر الهاتف وكيل جامعة شجرة للشؤون التعليمية دكتور عبد العزيز السياري. أهلا بك دكتور عبد العزيز، مساء الخير، ولعلك تحدثنا عن استعداداتكم في الجامعة لإجراء الاختبارات سواء الحضورية وكذلك الاختبارات عن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بكم أستاذي العزيز وبجميع المشاهدين، وأشكركم على كريم الاستضافة. بادئ ببدء أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على ما يولونه من دعم لا محدود لقطاع التعليم، والشكر موصول لمقام وزارة التعليم على التوجيهات والدعم المستمر. وبداية أشير إلى أنه تم اتخاذ قرار من قبل الجامعة ممثلة في سعادة رئيسها الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، وذلك من مبدأ الحرص على سلامة الطلاب والطالبات، مع الحرص على تجويد العملية التعليمية بأن تقام الاختبارات النهائية لهذا الفصل الدراسي عن بعد في جميع المراحل التعليمية، سواء كان ذلك لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير، عدد التخصصات العلمية العملية التي تتطلب اختباراتها الحضور لمقر الجامعة. ولله الحمد بدأت الاختبارات الحضورية للتخصصات المذكورة في الجامعة مطلع هذا الأسبوع، وسط تطبيق إجراءات احترازية حرصا على سلامة الطلاب وطالبات الجامعة وجميع منسوبيها. وقد وجهت الجامعة الكليات 24 بالحرص على إجراء الاختبارات وفق إجراءات احترازية، مع الالتزام بلبس الكمامات والفحص لدرجة الحرارة عند الدخول لمقر الجامعة والقاعات الاختبارية، مع تطبيق مبدأ التباعد بين الطلاب. كما تم التأكيد على أداء الاختبارات في فترات متباعدة، مع تقسيم الطلاب على دفعات حرصا على سلامتهم، وذلك لتقليل أعداد الحضور في آن واحد. وأما فيما يخص الاختبارات عن بعد، فقد وجهت إدارة الجامعة جميع كلياتها لتوزيع الاختبارات لثلاث فترات تبدأ من 8 صباحا وحتى 9 مساء، وذلك لإعطاء الطلاب وقتا أكبر للاستعداد إذا كان لديهم أكثر من اختبار في اليوم الواحد، بالإضافة إلى تقليل الضغط المتوقع على منصة التعليم الإلكتروني في الجامعة. أيضا كما وضعت الجامعة اعتبار للمشاكل التقنية التي قد تعترض الطالب أثناء أداء الاختبار الإلكتروني والحلول لذلك، سواء التقنية أو الأكاديمية. وأما فيما يخص الإرشاد الطلابي، فقد حرصت الجامعة على تقديم مساعدة لجميع طلابها وطالباتها على الاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها، إضافة إلى المساهمة في رفع تحصيل طلبة الجامعة من خلال إطلاق برنامج أطلقنا عليه نجتازها بأمان لكل هؤلاء الطلبة، وهو عبارة عن جلسات إرشادية عن بعد تستمر لأربعة أيام متواصلة، وذلك تزامنا مع بداية الاختبارات. كما يشمل هذا البرنامج على أربع جلسات على أربع جلسات إرشادية منوعة تنفذ باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بعد، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد والحوار والإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات. وفي الختام نتمنى لهم حقيقة جميعا التوفيق والنجاح والسداد بإذن الله. اللهم آمين. كل التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم في هذه الاختبارات الاستثنائية. أشكرك وكيل جامعة شجرة للشؤون التعليمية دكتور عبد العزيز السياري.